حسنا أخي سمير، لقد قمنا بدراسة هذه الكلمات: معجم، دفتر، قلم، ريال، دينار، المعجم العربي، كتاب القراءة، كتاب القواعد، قميص، قمصان، زبلورة، ثوب، أثواب، بلورة الألسو، خيار، بصل، طماطم، سكر، علبة ملح، طبق بيض، تفضل، مينز ألسو، خذ، 20، 30، 50، 80، بن. يا أخ سمير، حاول إن شاء الله أن تدرس هذه الكلمات، وإذا كان هناك شيء صعب حاول أن تخبرنا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.